استخدم هذه اموت عليها بنات. انا خدودي بدي اصغرها اسوي كنتور. اوكي بس كذا طبعا ما بعد دمج. اوكي احب اخلي الكونسيلر يثبت اكثر عشان استخدم هذا اللون الغامق على هنا. هذه الطريقة تسخن وبعدين شوية بلشر هذا من معك وأدمج بفرشة وكبوت. هذا من ماك مرة حلو وريحة فريز مرة حلو. الحين استخدم هذه الباودر من لورا مرسيا. والحين استخدم هذا يكبر ويرطب ويورد الشفايف. اوكي الحين انتوا شوفوا الفرق. انا ما ححكي عن ايش شفتوا، انتوا لحالكم احكموا. اوكي الحين انا حطيتها، انتظروا السنابات الجاي وشوفوا. الحين حستخدم هذه اللي هو هلو هلو اسمه هولا من بنفت. انا ما اتاخر اسوي البلاشر هذا من أربن ديكاي مرة حلو بنات، يعطي لك مش بس شوي مرة احبه. طبعا شوف كيف شفايف انتفخت وكيف صارها لون، صار لونها مرة طبيعي وحلو. أنا قبل أحط المحدد أحب إني أشيل هذه على أساس إيش قاعدة أحكي، أحب أشيل المرطب شوي على أساس يعني المحدد يكون ثابت ويكون سهل الاستخدام. خلصت عيوني وجيتكم لاني اوريدي متاخره. طبعا الحين بستخدم هذيل الارواج من استي لودر، من احلى الارواج بنات صدق، وكمان مره مخملي وثابت. اوكي اوكي
هذه وأزيد من هذه الأفتح بالوسط. ولا غلطة حرفيا. ويقعد معاك كل اليوم عادي يعني. الحين أستخدم هذا البوبي براون الهايلايتر خيالي، يعطيك لوك كأنك بروفيشنال ميك اب، حتى لو انت ميك ابك يعني اقل من العادي يصير شكلك مغري مرة يعني. يعني اي بنت بتشوفك اكيد حتشوف ايش حاطة، اكيد حتسأل اكيد. هذا الهايلايتر هو عبارة عن هذا النقطة، مرة حلو يخلي ميك اب بروفيشنال، وحتى لو حطيت بس كنسيلر واستخدمته يبان كأني حطيت ميك اب وصار شكلي بيرفكت. ما ادري بس من جد من احلى الهايلايترز، وفي حبيبات مرة صغيرة تعطي لك كنموية على البشرة، وهذا اللي انا يعجبني فيه. الهايلايتر حق اوفرا حلو بس هذا غير.